السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، من الصف الثامن اليوم سوف نبدأ في قطعة أخرى، لدينا reading page 42 صفحة 42 taking a trip to space، إذن القيام برحلة في الفضاء. طبعا رح نلاحظ مع بعض أنه في عنا جاي على شكل، هاي عبارة عن article جاي على شكل سؤال، بدنا نعبي الفراغات. طبعا من وين نعبيها يا ثامن؟ رح نعبيها من السؤال الثالث. طبعا مشان تميزوا A رح تكون مع 2، B رح تكون مع 3، C رح تكون مع 1، و D رح تكون مع 4. برضو أنا كاتب الرموز عندكم فوق مشان أنا لما أقرأ أو لما أجي أشرح تعرف وين أنا، أوكي؟ إذا taking a trip to space، القيام برحلة في الفضاء. Can you imagine going into space and being able to float in air؟ Richard Branson's company is offering short journeys into space for anyone who can afford it. For around $200,000, you could go on the trip. إذا يا ثامن، هل لك أن تتخيل الذهاب إلى الفضاء وأن تكون قادرا على العوم في الهواء؟ تقدم لك الآن شركة ريتشارد برينسونز رحلات قصيرة إلى الفضاء لأي شخص يستطيع أن يتحمل كلفتها. طبعا قديش تكلفتها؟ تكلفتها $200,000، وبالتالي يمكنك الذهاب في الرحلة. طبعا عندنا can is a model. After can we have verb infinitive، الفعل يأتي لدي مجردا. طبعا taking، خلينا ننبه على taking. taking أخذناه بالفصل الأول عبارة عن gerund. A is an article، طبعا الأ إجت مش A لأنه حرف T عندنا يعتبر consonant، حرف صحيح، فبالتالي بنحكي A. trip، trip تعتبر أو معناها journey. Into is a preposition. Space is singular noun. And is a conjunction. عنا هون to float is an infinitive verb. Richard Branson's هاي تعتبر proper noun. أما بالنسبة ل Branson's company فهاي عنا possessive لأنها شركته الخاصة. Company is singular noun. Is the verb to be. طبعا عنا short عكسها long، وطبعا short is an adjective. Journeys تعتبر plural noun. إيش عنا كمان؟ عنا anyone، عنا infinitive pronoun. Who is a relative pronoun. وكان عنا middle verb. طبعا هو طبعا كونها relative pronoun فهي بتجمج ما بين اسم عاقل وما بين فعل، مثل ما أخذنا في الفصل الماضي. $200,000 تعتبر number. You راجع على مين؟ راجع على الريدر، قلنا إحنا يا تامر راجع للقراء. could go تعتبر model و verb infinitive. طيب the spaceship will be in two parts and will be able to hold two pilots and six passengers. The plane is for a 3.5-hour flight. إذا عندنا 1 بنروح على مين؟ بنروح على سي. سي بتحكي لنا اللي هي first of all a bigger ship will carry the passengers shuttle into the air. نرجع. It will launch the shuttle over 100 kilometer high and break off. عندنا 2 راجعة مع مين؟ راجعة مع A رح نحكي عنها ننزل لها. After that passengers can undo their seat belt and enjoy the feeling of zero gravity in the shuttle. إذا خلينا نناقش شوي الفقرة. أول إشي ستكون سفينة الفضاء مكونة من جزئين. إذا سفينة الفضاء مكونة من جزئين وسوف تكون قادرة على حمل طيارين وست ركاب. إذا مين رح يركب فيها؟ رح يركب فيها بس طيارين وست ركاب. هاي هي القدرة الاستيعابية تاعت سفينة الفضاء. طبعا الرحلة هي عبارة عن 3 ساعات ونصف. 3 ساعات ونصف بين الطيران. وطبعا مثل ما حكينا بالنسبة لسي انه رح يكون عندنا سفينة اكبر بتحمل، او في عندنا مكوك الفضاء بتحمل مكوك الفضاء المسافرين حتى يتم اطلاقه الى جو يامس. طيب عندنا ذا. That is an article. Spaceship is a singular noun. Will be will plus infinitive. In is a preposition. To is a number. Parts is a plural noun. And is a conjunction. Will be اللي هي future simple. And a will plus verb base form. To hold. To plus verb infinitive. Pilots. وفي عنا passengers. Both of them are plural noun. عنا أيضا and مرة تانية عنا conjunction. هون عنا plane singular noun و break off تعتبر طبعا phrasal verb ومعناه ينفصل، معناه ينفصل. This is not the only private company that wants to offer short trips into space. عنا حنكمل مع 3 اللي هي النقطة B.
بننزل مع بعض نقطة بي بتحكي لنا so instead of being driven by rockets a spaceship could be thrown into space. بنرجع it sounds dangerous but it's an idea that goes back to Sir Isaac Newton in the 18th century. Rockets are expensive and need a huge amount of fuel. إنه هاي ليست الشركة الخاصة الوحيدة التي تريد القيام برحلات قصيرة إلى الفضاء، هنالك طريقة أخرى ممكن لإطلاق الناس من الأرض إلى الفضاء وهي عن طريق المنجنيق الفضائي. طبعاً it looks dangerous مثل ما حكينا أو it sounds dangerous من الواضح إنه خطير، لكنها مجرد فكرة تعود إلى سير إسحاق نيوتن في القرن 18 حيث أن الصواريخ مكلفة وتحتاج إلى كمية وقود هائلة أو ضخمة. عندنا private is an adjective, company is singular noun, wants is simple present verb, sounds it sounds برضو عندنا simple present لأنه it عندنا مفرد فمنضيف s e s i e s طالما إنه عندي مفرد عقد simple present. Dangerous is an adjective. An idea. ملاحظ إنه هنا الأرتيكل إجت عنا an لي لأنه I عنا vowel and is an is a conjunction. Expensive is another adjective. Are is verb to be. طبعا في حالة الجمع لأنه rockets عنا plural noun. Fuel is a noun. عنا إسحاق نيوتن is a proper noun. The last one اللي هي four رح نقرأ مع بعض دي. Another possible method of launching people into space is a space catapult. إذا نرجع هون عنا however humans might not survive the force needed to send them to stars. إذا في النهاية لذلك بدلا من أن تقاد الصواريخ يمكن لسفينة فضاء أن تقوم بقذف الناس إلى الفضاء على أي حال قد لا ينجو البشر من هاي القوة التي تم إطلاقهم. لذلك بدلا من أن تقاد أو يتم إيصال الناس عن طريق الصواريخ هنا الفكرة إنه يتم إيصال الناس عن طريق إنه يتم قذفهم من سفينة الفضاء على أي حال بحكولنا إنه ممكن إنه البشر ما يتحملوا هاي الفورس هاي القوة حتى إنه يتم إيصالهم إلى النجوم. عنا humans تعتبر plural noun might not survive. عنا model لكن هون جاي عنا negative. عندنا needed is simple past verb و might not survive حكينا modal verb. Humans is a plural noun and that. واجبكم يا تامل هو أن تحلوا الفوكابولاري question number 4 صفحة 42 السؤال الرابع. عندنا أربع معاني باللغة الإنجليزية المطلوب منكم حلهم ورسالهم لإلي عن طريق الواتساب. Thanks for listening. Teacher Riham Gamaz always with you.